قال المصنف رحمه الله تعالى وهو ابن القيم في كتابه الفوائد: المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب، والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم. وهنا يتكلم عن أمرين، عن أمر المعرفة وعن أمر المحبة. والمعرفة نوع من العلم بعد الجهل، نوع من العلم بعد الجهل، لذلك يوصف بها المخلوق ولا يوصف بها الخالق سبحانه وتعالى، كما قال الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: لا يقال الله تعالى عارف، وإنما يقال عالم وعليم سبحانه وتعالى. وأما الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهذا الحديث تفسره الرواية الثانية وهي التي في الترمذي، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك، تجده أمامك، وتجد الله سبحانه وتعالى في وقت أنت أحوج ما تكون فيه إلى الله سبحانه وتعالى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ليس المقصود هنا المعرفة التي تقابل الجهل كما هو معلوم وكما هو متبادر إلى الأذهان، وإنما كقوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، أي في الرخاء، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالله تعالى لا يوصف بالمعرفة، وإنما يوصف بالعلم سبحانه وتعالى. يعني تقول الله عالم الفي قلبي، لأنه يعني الآن ده كثير من الناس بيقولوا كذي في الدارجية، يعني وفي يقول لك الله عارف الفي قلبي، وده ما صحيح، إنما تقول الله عالم ويعلم وعليم سبحانه وتعالى. وهنا سواء قصد المصنف رحمه الله المعرفة أو قصد العلم، فإن هذا العلم ذكر أمرا مهما، قال: المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب، أي أن المبعد المطرود فإنه لا يتعلم العلم النافع، وإنما المقرب الذي يريد الله به الخير وله الخير فإنه يتعلم، كما في البخاري ومسلم من رواية معاوية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. أما المبعد فإنه لا يتعلم ولا يوفق للعلم. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ابقى يا جماعة، الزول يستفيد من الكلام ده، يستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنه يتقرب إلى الله تعالى بالدعاء وبالتوبة، ويهيئ نفسه لطلب العلم، لأنه العلم ده رفعة، وطالما رفعة يبقى للزول المقرب من الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الفائدة الثانية المحبة، هذه المحبة قال المصنف رحمه الله تعالى: والمحبة نشيد، أي شبهها بالنشيد الذي ينشد كالشعر. لا يطرب عليه هذا النشيد، لا يؤثر إلا في محب مغرم الذي يحب الله تعالى،
ومحبته لازمة، لأن الغرام اللزوم في المحبة، اللزوم هنا المقصود به أنه محب وأنه مستمر في محبته ملازم لأسباب هذه المحبة. وكيف يصير العبد محبوبا عند الله تعالى ويصير محبا لله سبحانه وتعالى؟ يصير محبا لله إذا تذكر نعم الله عليه، وتذكر إحسانه، وتذكر ستره عليه سبحانه وتعالى، أنه يستره ويستر قبائحه، وأنه يتجاوز ويتذكر صفات الله سبحانه وتعالى، أنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. فإذا تذكر واستحضر هذه الأمور فإنه يحب الله تعالى، ويحبه الله بأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكذلك من أسباب المحبة أن تتوب إلى الله تعالى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أسباب المحبة التقوى، إن الله يحب المتقين كما في سورة التوبة. ومن أسباب المحبة التوكل، إن الله يحب المتوكلين كما في سورة آل عمران، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وفي نفس السورة والله يحب الصابرين. وهكذا الأسباب التي تجعل العبد محبوبا عند الله كثيرة، ملخصها تعلم العلم النافع والإقبال على الله والرجوع إليه وطاعته سبحانه وتعالى. طيب، يبقى الزول يا جماعة يتعلم العلم الشرعي ويحب الله سبحانه وتعالى ويمتلئ قلبه بمحبة الله، دي فائدة. قال: الحب غدير في صحراء، غدير في صحراء، غدير فيه ماء وفي صحراء، ليست عليه جادة، ليست على هذا الغدير جادة، يعني طريق يمشي فيه الناس، وإنما هو في صحراء نائية بعيدة، ليست عليه جادة، طريق يمشي فيه الناس ويسيرون فيه، فلهذا قل وارده. الناس اللي بيجوا عنده شنو؟ قلال، قلال. أس الناس بيحبوا الدنيا إلا من رحم الله تعالى، ويحبون الشهوات وهكذا يحبون العاجلة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون شنو؟ الآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أما الذي يحب الله سبحانه وتعالى من الخلق فهم قلة من الناس، قلة، وهم المؤمنون الصادقون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد شنو؟ حبا لله. وأي محبوب تحبه بتفارقه، أي محبوب في الدنيا دي تحبه بتفارقه. زول معاك في الفريق وانت طفل بتكبر، ده بخش مدرسة وده بخش مدرسة، ولو دخلتوا ذاته مدرسة سوا في النهاية الجامعة بتفرقوا، أو الشغل أو الموت، لو ما تفرقتوا تب شغالين سوا الموت بيفرقكم. لكن الذي يحب الله سبحانه وتعالى فإنه في كل الدور يحفظه الله سبحانه وتعالى. في الدنيا بيحفظك وتكون قريب منه، وفي القبر يكلأك أو يحفظك سبحانه وتعالى، وفي الآخرة تجده سبحانه وتعالى. له ملك الدنيا وله ملك الآخرة، الملك ملكه سبحانه وتعالى.
قال المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره كهرب الحوت إلى الماء والطفل إلى أمه. تازي لو عندك أصحاب ذاته في واحد بتتكيف ليه شديد يعني تحبه محبة عظيمة والباقين حتى ده عندك معاه ونسات خاصة دخله في المشاكل بتاعك الأشياء وبساعدك فيها وكذا وكذا لما نجيك ويجوك معاه ناس انت دائما بتريد شنو تقعد معاه وبراو يعني في الغالب يعني تلقاك بتحب تكون معاه وبراو. ولله المثل الأعلى الذي يحب الله ويمتلئ قلبه بمحبة الله تعالى فإنه يميل إلى الأنس بالله وبذكره والعزلة والخلوة بربه سبحانه وتعالى. والزعلة يا جماعة الخلوة ومخالطة الناس يخلو بربه وتكون له خبيئة من عمل صالح فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن هناك أعمال صالحة بين الخلق ومع الخلق أنت تخالطهم فيها كتبليغ الدعوة وكصلاة الجنازة والصلاة في جماعة وكغيرها من وكصلة الأرحام إلى آخر أعمال البر التي تكون في وسط الناس أو مع الناس. يعني أنت ما تتعزل بالكلية ولا كمان تكون اليوم كله مع الناس، يكون عندك وقت شنو تخلو بربك سبحانه وتعالى. وما في زول فينا يا جماعة إلا عنده مشكلة، في زول في الدنيا دي ما عنده مشكلة بس كده شغلته نظيفة ما في. طالما عندك مشكلة ما بحل عليك أعظم من الله سبحانه وتعالى ما في. ولو حل عليك زول ذاته ما بتأمن إنه يمين عليك يوم من الدهر، ما بتأمن، تكون ملاوز وخايف ودار تجازيه، وكان ما جازيته بتقول الزول اللي بينظر لي نظرك، وأشياء كثيرة جدا. والذي يقرأ كتاب الفتاوى الجزء الأول لابن تيمية رحمه الله تعالى يزهد من الخلق بالكلية. كان قريت الكتاب ذي بالتدبر تاني ما بتتعلق بأي بشر كائنا من كان، وإنما تتعلق بالله سبحانه وتعالى. طيب، فالإنسان يخلو بربه سبحانه وتعالى ويدعوه، ومحروم الذي لا يخلو بربه، محروم الزول الطوال مع الناس وراحته تبقى مع الناس وكان فضى ساعة ساعتين يفكر في الناس ودار ألاقي فلان وماشي لفلان وكذا، قلبه ده معلق بالناس ما يقدر يخلو بربه سبحانه، لا يستطيع أن يخلو بربه، ده محروم وده مستوحش، قلبه فيه خل وفيه شعث. لكن المحب الصادق يستوحش بين الخلق، فإذا جاء الليل فرح به لكي يخلو بربه سبحانه وتعالى ويناجيه. طيب، قال وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. ده في ديوان المجنون، مجنون ليلى. قال وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا، يعني ذاته أنا لو ذكرتك في نص الناس ده بيشغلني وده كذا وده يجيب مويه وده بيجاي وده داري يتونس وده كذا، وذاته محبوبته دي لما نيجي يتذكرها بيمشي بعيد برا البيوت بيقعد براو يتذكرها. شوف الزول اللي عليه براو، عشان كده يسموه مجنون، يعني دي من الاسباب يعني. لكن هذا بين المخلوق والمخلوق، وكونه انت تتعلق بامراه الى ان تملك قلبك فتفسده ده خسران، أما أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى فهذا هو الفوز وفيه العزة، ده بيختلف.
لكن ابن القيم أورد هذا الكلام لمناسبته، وهو أن المحب دائما يميل إلى الخلوة ليتذكر محبوبه. دي بس علاقة ذا الشبه، وجه الشبه. ولا يلزم في التشبيه المماثلة في كل الجوانب. قال: ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، حديث الذي في مسند الإمام أحمد وفي غيره، وصححه الألباني رحمه الله تعالى من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شجرة، إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب فيها الجواد المضمر 100 عام ما يقطعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الظل بتاعها تركب حصان 100 سنة ما بتقطع، والظل قدر ما يكبر الراحة فيه بتكون أحسن. هسي تنقاعد في ظل وبتاع بيت عمارة بيختلف من بتاع شنو، بتاع بيت صغير وكذا، وقدر ما يقرب منك قبل الشمس تقرب بيسخن، قبل الشمس تقرب انت بتسخن شوي. مجرب الكلام. ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. كلام ذا يا جماعة مهم جدا، وفيه مواساة للعبد بالنسبة لمصائب الدنيا. ما في راحة كاملة إلا في الجنة، لكن الدنيا دي ما فيها راحة كاملة. كان جمعوا لك أجمل النساء زوجون لك، في النهاية تبقى في مشاكل. وكان جمعوا لك المال بتكون ناقصاك أشياء تاني، دار تبقى رئيس، ودار تبقى رئيس بتكون ملاوز، بيشيلوني وقلبوا علي وما بقلبوا، تكون ذاتك ملاوز والله الذي لا إله غير. أنت في الدنيا دي، وبعدين الشباب، فترة الشباب بتكون تعبان لافي، وإن كبرت في السن بتتمنى فترة الشباب، ويا هكذا بس. هاسي الزول لو عنده قروش، وعنده قروش قاعد في البيت من الصباح للمساء براه بيزهج، وعنده قروش إلا يكون طالب علم ولا كذا، المهم مهتم بالعلم، لكن بيزهج. والمرة ذاتها تقول لي: يا راجل ما تشوف لك شغل، أنت قاعد هنا دي. ولا بتمسكك الشافع بتبقى في بلبل، تمسكك الشافع تقول لك ده بيبكي وانت ما عندك رحمة وكذا وكذا وكذا. والله واحد في السوق العربي جنب المزي الكبير بتاع موبايلات تونست معاه، قال لي: في عمك زول عنده قروش وعمارات هنا، قال لي: بيجي من الصباح بس بيخد كرسي جنبنا هنا، المغرب ده يأذن بيرجع البيت، لا ببيع لا بيشتري، قال لي: عنده إيجارات وقروش هنا، وعنده بيت واحد تقرا في الجامعة. قلت له: طيب البقاء. قال: إن مشيت البيت الطلبات بتكتر علي. شوف الزول قاعدينه زي بتاع الهدف من الصباح للمغرب ويرجع، هذا تبقى في زي دي؟ انت تبقى في ده؟ ما في راحة في الدنيا دي. وأمراض، مرض ده بيجيك من غير سبب، مرات أمراض تبتلى، والموت والمشاكل والأخبار اللي بتجيك، فلان مات وفلان مات، وحوادث وأشياء كثيرة جدا. الدنيا عشان كده ما تطلب فيها راحة، والله اختصر الدرب. الدنيا دي راحة كذي كاملة ما تطلبها، راحة دي قدام هناك، ولو ما قدام ما كان تعبت انت، لو ما هي قدام. وقبل ذلك توفيق الله لك سبحانه وتعالى، ما كان بتصلي ولا بتعبد ولا بتجتهد. ليه؟ لأن الدنيا يا جماعة لو كاملة الزول ما تفكر في الآخرة، لكن منقصة. لتتوق النفوس إلى تلك الدار، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك خلق الله الجنة وأمرك بالعبادة، ومن أجل ذلك أنت تعبده سبحانه وتعالى. وهذه الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء. قال: ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. المحب الذي يحب الله في الدنيا يشتاق إليه، ويوم المزيد هو اليوم
الذي يدخل فيه الجنة أو يرى فيه الله سبحانه وتعالى، ده يوم المزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا شنو مزيد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وهنا قرار المحب يستقر، كان في الدنيا مشتاقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، ويوم المزيد يرى الله سبحانه وتعالى، وهنا كمال القرار والنعيم. أسأل الله يدخلنا في رحمته وأن يمن علينا بفضله سبحانه وتعالى. العبارة دي جميلة جدا، قال اشتغل به في الحياة يكفيك ما بعد الموت، بس دي تاخدها قاعدة. اشتغل به في الحياة، اشتغل بربك سبحانه وتعالى، لا تشتغل بالخلق. وهذه الكلمة لا تشتغل بالخلق أي بإرضائهم، أما أن تتركهم وهم وبعضهم يقع في الشر وكذا، هذا لا يراد، وإنما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن لا تشتغل بإرضائهم في سخط الله سبحانه وتعالى. اشتغل به في الحياة يكفيك ما بعد الموت، وأنت بعد الموت لا ينفعك مخلوق. انتهزي بعد الموت تراه في الدنيا دي ولدك بيساعدك ووديك المستشفى وكذا وكذا، لكن بعد الموت تخش القبر براك، وهنا تكون أحوج ما تكون إلى ربك سبحانه وتعالى. يكفيك ما بعد الموت. قال يا منفقا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد منه، ليس في أعدائك أضر عليك منك، ليس في أعدائك أضر عليك منك. في بعض النسخ كاتبين أضر، لكن هي أضر لأنها خبر ليس منصوب. ليس في أعدائك أضر عليك منك، يا أضر والله أعلم. يا منفقا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد منه. بضاعة العمر الوقت والدقائق والثواني، زول إملاء، وأفضل ما يملأ به العبد وقته طلب العلم، طلب العلم النافع، طلب العلم النافع. العلم النافع يا جماعة ما كثرت القراية بس، العلم النافع ده الذي يزيدك خشية لله سبحانه وتعالى ومنه، ويزيدك إقبالا على الله، ويبصرك بطريق الحق من طريق الباطل، ويجعلك تسلك طريق الحق، توفيق الله سبحانه وتعالى. ده العلم النافع، مش كثرت معلومات. ودائما في العلم ركز على النصوص، فيها البركة. كتاب أنزلناه إليك شنو مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. واحد تلقاه بيدرس له في كتاب فيه 2000 بيت تاع الشعر، ولا آية ما في ولا حديث، ولسه لا قرأ المصحف ولا قرأ السنة ولا حفظ القرآن ولا بعرف التفسير ولا النصوص، تلقى 2000 بيت والله تلقاه تعبان ويحفظ فيها. هذه النصوص دي فيها البركة، فيها البركة. حتى لو بقيت خطيب في منبر، خطيب جمعة إلى آخره، بل تدعي بنفسك ساعة ونص يوم الجمعة تحفظ لك فيها 5 أبيات، أحفظ الآية، شوف التفسير الصحيح لها. ويا حبذا لو سمعت سماعا كتفسير ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شوف التفسير طلع فوائد ودخل التوحيد والعقيدة والسنة وتكلم بس، ولا دار تعب ذاته. لك أنا الجمعة دي بحضر لها من السبت الفات، ليه أصله شنو؟ توفيق بيد الله، لكن اللي أصله أنت تعبان قدر اللي آية بس آية، والشرح
والشيخ الفوزان سأله قال له بعض الناس يطيل الخطبة ويقصر الصلاة، قال هذا خلاف السنة، وأورد الحديث المعروف ده خلاف السنة، كلام بسيط موجز وفيه موعظة وفيه توحيد وفيه سنة وبيان للحق وتمشي صاحب الدين. وقال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى هذا الرجل من أعلم الناس، وقال عنه الشيخ ربيع: ما ذقت لذة معرفة أسماء الله وصفاته والعقيدة الصحيحة إلا بعد أن سمعت هذا الرجل. قال في شرحه للواسطية: قال بعضهم يقضي أوقاتا وأعمارا في دراسة متون ليست فيها آيات ولا أحاديث، قال فتجده يقضي أوقاتا طويلة وأعمارا، بينما لو أنه درس كتابا من كتب السنة ومن المتون التي فيها النصوص فإنه سرعان ما ينتقل ويتدرج في طلب العلم ويستفيد. تلقاه بيقرأ له في متن كتاب قدر ده، والكتاب كله في الطهارة، وممكن يقرأ بلوغ المرام حديث حديثين ثلاثة أربعة خمسة وشرحين اثنين ثلاثة وشرحين والبعدين، وفي الشرح ده بالدور راجح يذكر له أقوال أئمة وبالدور راجح، وكذا بيتطور أنه نصوص يا جماعة فيها البركة. عشان كده الدين الآن كتر للناس، مكتبة تلقاها قدر المسجد ده كله. الصحابة ما الصحابة ذل كانوا يسمعوا الآية الحديث ويفهموا الفهم الصحيح، لقيت الآية والحديث بفهم الصحابة وشو دربك بس أطول الشغلة، ولك التحافظ كم ألفية ولا ألفية ما في شنو الدليل ذاته على شنو الدليل شنو أنا دعنا أعرف الدليل، لا أنت كم ألفية حافظة والما قرأ كذي ما كذا والما كذا ما في دليل، نجر بس نجر بس. معقولة يا جماعة الناس تركز على النصوص كتاب والسنة وشيء من المتون، شيء قليل من المتون وتمشي، فعداك بعد تتقدم مسائل النصوص وكذا أقرأ تاني ما قلنا حرام. طيب قال: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، يعني أنه يضر نفسه بنفسه أكثر من إضرار الأعداء به، وذلك لأنه يضيع وقته في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الأعداء لا يتمكنون منه إلا بالتقصير منه هو. الأعداء زي الشيطان يتمكن منك 200، أما أنت ما تستعيذ بالله سبحانه وتعالى وغيره من الأشياء. صاحب السوء يتمكن منك 200 لما أنت تماشي وتصاحبه وكذا، المبتدع يتمكن منك لما أنت تصغله، ولذلك أنت تضر نفسك بنفسك، وإضرار نفسك لنفسك أشد عليك من إضرار عدوك بك أو أعدائك بك. قال: الهمة العلية همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب للقاء الله سبحانه وتعالى، وقدم التقادم بين يدي الملتقى لأنه سيلقى ربه سبحانه وتعالى، فيقدم الأعمال الصالحة ويتوب من الأعمال السيئة. قال: فاستبشر عند القدوم عند لقاء ربه سبحانه وتعالى، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. وهذه الآية بدايتها وهي من سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم إلى آخر الآية. وهذه الآية فيها فوائد، منها أنك تقدم لنفسك من الخير ثلاثة أمور: الأمر الأول تقدم لنفسك من الخير بإحسانك لزوجتك، ومن ذلك أن تجامعها
لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. ده فيه أجر ذاته، ده واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي. اثنين، تقدم لنفسك بالذرية الصالحة، لأنك بهذا الأمر الذرية الصالحة وبالدعاء وبهذا الجماع. فإذا رزقت الذرية الصالحة فهذا تقديم منك لنفسك، وولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له بحسب الحديث. ثالثا، تقدم لنفسك الأعمال الصالحة المعروفة العامة، الأعمال الصالحة المعروفة العامة. ابن القيم في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن قال: قال ابن القيم: العبادة تدور على 15، على 15 محور. يعني قال لك العبادة تدور حول 15 شنو؟ محور. يعني واضحة جدا، في 3 أشياء: في لسان وقلب وعمل. 3 أشياء: لسان وقلب وعمل. أنت أحفظ 3، وفي 5 أحكام في الشريعة: في الواجب وفي المستحب وفي المحرم وفي المكروه وفي المباح. اللسان ده فيه 5 أحكام واجب، في أشياء واجبة تقولها بلسانك زي قراءة الفاتحة في الصلاة، مش واجبة بالركن يبقى واجب. وفي محرم، محرم عليك بلسانك تقول الفواحش وتقول وتؤذي المسلمين إلى آخره، وتتكلم في الدين بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به. وفي مكروه، المكروه كالكلام بعد العشاء فيما لا ينفع، مكروه زي ما في رياض الصالحين، وأورد في ذلك ما أورده رحمه الله تعالى النووي. وفي كلام مباح، في كلام مباح تتكلم وكذا، أملا ولدك ترسل وتجيب أشياء يعني مباح، كلام المباح يعني. وهكذا في واجب وفي مستحب، في كلام مستحب زي التسبيح: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. يبقى اللسان ده فيه 5 أحكام، وال5 تعبدا لله بتعتقدها، تعبدا لله قبل ما تعمل ذاته أو كذا وكذا، أو تعمل الواجب والمستحب والمباح وتترك المكروه والمنهي عنه، فإنك تعتقد هذه الأحكام. يبقى دي 5 أشياء في اللسان، وبرضه في 5 في شنو؟ في القلب. أيوة تفضل. مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النوع الثاني، نفس لوامة تلوم صاحبها، تلومه على أنه وقع في المعصية، وتلومه قبل الطاعة لماذا لم يفعلها، وتلومه بعد الطاعة لماذا قصر فيها. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم شنو؟ بالنفس اللوامة. النوع الثالث، النفس الأمارة بالسوء: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. طيب، قال احذر نفسك، نفس دي جوا فيها شر، فما أصابك بلاء قط إلا منها، من النفس، سواء كانت النفس الباطنة أو يدخل فيها عموم النفس، الإنسان الكامل، الإنسان بكامله، لقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال ابن تيمية رحمه الله: وما أصابك من سيئة، أي من مصيبة، من ذل أو خذلان
أو انتصار عدو عليك فمن نفسك، أي بسبب ذنوبك أو بسبب تقصيرك. طيب، قال: فما أصابك بلاء قط إلا منها. كلام ذكر ابن تيمية في الجزء الثامن من الفتاوى وهو كتاب القدر. قال: احذر نفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها، ولا تهادنها. نفس دي ما تهادنها، ما ترخلها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولا تهادنها، فوالله ما أكرمها من لم يهنها. الزهل الماء أهان ده ما أكرمه، لكن لو أهان يا دوب أكرمه. ولا أعزها من لم يذلها، ولا جبرها من لم يكسرها. نفسك دي قدر ما تكسرها يا دوب انت جبرتها، لكن كان ما كسرتها بعد ده بتطغى. هسي بعد شوي بيذكر لك إن شاء الله تعالى، بيذكر لك أشياء كثيرة في النفس، أشياء سيئة كثيرة جدا بيذكرها إن شاء الله، نحن بنعلق عليها كثير. قال: ولا أراحها من لم يتعبها. كان ما تعبت نفسك دي أنت ما ريحتها، لأنه لو تعبتها الليلة ما تعبتها اليوم غدا ترتاح. هذه الزول في الدنيا دي في حسابات الدنيا، لو دار ارتاح بكرة بيتعب شنو؟ بيتعب الليلة. يقول لك أنا الطالب، يقول لك عشان ما أعيد نكسر كل أسبوعين ولا ثلاثة نكسر، يلقى يساهر ويصحى بدري تعبان ويمشي الدروس والدروس الخاصة وإلى آخره والكتب ويضبط، مرات بيقع في حرام ذاته ببخر عديل. ده كله ليه؟ عشان يرتاح بعدين، عشان كله يرتاح بعدين. انت لو دار ترتاح في الآخرة تتعب الليلة أتعب. طيب، قال: ولا أراحها من لم يتعبها، ولا أمنها من لم يخوفها. كان دار لها الأمن بعدين خوف الليلة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. هو خاف الليلة واجتهد، الله بوقيه بعدين. ولقاهم نظرة وسرورا. طيب، ولا فرحها من لم يحزنها. الليلة تخليها حزينة بكرة شنو؟ تفرح إن شاء الله. الكلام الجاي ده داير وقفة وداير تدبر، وذا كلام بمس الإنسان المؤمن الذي يقع أحيانا في بعض المعاصي يمسه في قلبه. وده لو ما وقفك خلاك تراجع نفسك تاني، يمكن الكتاب ده باقيه ما بتستفيد، بس العبارات دي سطرين وكلمة، سطرين وكلمة أو سطرين. قال: سبحان الله. ذا ابن القيم رحمه الله قال: سبحان الله، ظاهرك متجمل بلباس التقوى. اللي بيشوفك يقول انت شنو؟ اتقى زول. قال: وباطنك باطية لخمر الهوى. الباطية إناء من فخار، إناء من فخار توضع فيه الخمر. قال لك الظاهر بتاعك انت مجمل بشنو؟ بالتقوى، والباطن كأنه إناء فيه شنو؟ خمر. معناه زول لا يظهر الخير ويبطن شنو؟ الشر. قال: فكلما طيبت الثوب ما برا، قدر ما تعمل فيها كويس برا، قدر ما تجتهد تظهر الخير، فاحت رائحة المسكر من تحته. قدر ما الطيب برا الريحة شنو؟ بتظهر. قال: فتباعد منك الصادقون، لأنهم بشموع. فتباعد منك الصادقون
وانحاز إليك الفاسقون. لأنه عند دارين شنو؟ دارين اللي التداسية دي وانت قدر مد... ال... وديلك الصادقين الصادقون يريدون هذا الظاهر ويظنون أن باطنك مثل ظاهرك. قال فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته من تحته فتباعد منك الصادقون وانحاز إليك الفاسقون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها شنو؟ تلف. والقحطاني قال: لا يتبع لا يصحب البدعية إلا مثله. الأولى منصوب، الأولى منصوبة لأنه مفعول. لا يصحب البدعية إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران أو تحت الرماد. يعني الزول لما تلقاه مبتدع أي زول يقرب منه وصاحبه تنبهه، لو مشى له تاني ده مبتدع زيه، مبتدع زيه، لأن الأرواح جنود مجندة. طيب الكلام ده يا جماعة الزول يستفيد منه فوائد كثيرة جدا، منها الزول يكون صادق ويكون صالح ظاهرا وشنو وباطنا. انت بتغش منه، انت بتغش منه. يخادعون الله وهو خادعهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. شكي الزول دائما يراقب الله سبحانه وتعالى. مش التراكب معاك صاحبك في العربية تدنقر وعامل فيها بتقرا كتاب وعامل فيها زول تمام، ولما تركب براك تتلفت تعال للبنات. إنما تراقب الله سبحانه وتعالى، تستحضر عظمة الله عليك. في ناس قد يعني قال: يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد فلا يرى منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. زول قاعد يعبد، قاعد يعبد في المسجد، قال: يدخل عليك لص الهوى، الهوى، وأنت في زاوية التعبد. زي الزول اللي قاعد في مسجد في زاوية التعبد عام يعني، عام في المسجد وخارجه، لكن فلا يرى منك طردا له. أنت الهوى الجاك ده لو طردته بتواصل في العبادة، لكن لو سلمت له واستطردت معه فإنه يخرجك من العبادة إلى المعصية. زي زول يا جماعة بيقرأ قرآن، أثناء ما بيقرأ في القرآن الشيطان جاءه قال: الساعة 9 جات والمسلسل للحلقة الأخيرة، الحلقة الأخيرة. هو بيقرأ في شنو؟ في القرآن. دي هزات. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلى هواه ده واصل في القرآن ما بيقدر عليه الشيطان، بيواصل بيمشي. ولو ما طرد هواه ده بيعمل شنو؟ بيقفل المصحف ويقول الله غفور رحيم، وطوالي بيمشي بيقول حلقة الأخيرة ما بتتفوت، وبيمشي طوالي شنو؟ يحضر الفارغ، أي تمثيل زاي بك زاي دموع تمازيح في شكل بشر يضيب زاي وأوهام. والله ناس عايشين على المسلسلات دي، ناس كتار. مسلسل في كم يا جماعة؟ مسلسل دي في ساعة، تخيل ساعة وثلاثين حلقة، يعني ثلاثين ساعة. وشرها ما بقف على الساعة دي، قبل الساعة وبعد الساعة في خواطر وأشياء كثيرة وتتذكر أشياء.
ويترتب عليها شر، بنات يتبرجن شافنا المسلسل، بنات كذا وكذا واشياء كثيره جدا كذا. بس امسك الساعه دي لو قريت قران ما بتقرا جزئين؟ الجزء فيه كم صفحه؟ 20 صفحه، والصفحه فيها 15 سطر، الصفحه الواحده 15 سطر، والسطر فيه كم حرف؟ والحرف ده تضربه في 10، وانت في الساعه دي بتقرا جزئين، ومع انه المسلسل سيئات. ولو خيروك قال لك ملك الموت يجيك وانت بتقرا قران ولا بتحضر في المسلسل، بتختار هذا ولا بتتردد؟ ولا بتتردد؟ شكيت دي قاعده وخذها عام، اي شيء ما دار تمود عليه خليه طوال، اي شيء الا شيء بقى في رقبتك مسؤوليه، انت ما دار تموت في الشغل لكن عندك مسؤوليه في رقبتك تمشي تشتغل. لكن انا بعني المعاصي واللهو والاشياء ما فيها فايده. لو بترضى تقابل الله بمسلسل وكذا، يا اخي قال لك فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شنو؟ شيبة. الولدان يعني الولد ده ما مرفوع عنه القلم، القلم مرفوع عنه القلم، ما عنده ولا ذنب. الطفل والغلام قبل ان يبلغ مرفوع عنه القلم، ما عنده ولا ذنب. يوم القيامة راسه بيبقى أبيض من الخوف ولا ذنب. أنت المسلسل دي فيها كم ذنب؟ بيت متبرجة عشان كده بعاين لمرته وعاين اللي في المسلسل طوال يحقر شنو؟ دي شوفها سودانية وديك ما سودانية. يا زول خليك سوداني، مالك ومال البلبل، خليك سوداني ساي ولا هوا الساي وتضيع زمن وأشياء كثيرة جدا. وده تمثيل، تمثيل. زول الليلة يمثل هنا كويس وبكرة مصايب كثيرة جدا. الزمن تم. طيب نختم إن شاء الله تعالى. قال أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة. فيبقى الفاتة دي يا جماعة الزول خواطر الشر لما تجيه ادفعها طوالي. ذكر الموت، يواصل في العبادة، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. آخر كلمة نختم بها، قال أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة. يعني ما دمت أنت أنك تطلب رضا الله سبحانه وتعالى وتطلب الجنة فإن الإعانة تأتيك من الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت أصدق في طلبك. ما تقول أنا داير الجنة وتعمل عمل شنو؟ النار. وإنما إن طلبت الجنة بصدق وطلبت رضا الله بصدق فإن الله يعينك سبحانه وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره شنو؟ لليسرى. نكتفي بهذا القدر، وإذا مد الله في الأجال